السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم خير وصحه وسلامه. نتكلم بهذا الفيديو القصير عن العنصر الاساسي في انشاء المشتل. طبعا العنصر الاساسي في انشاء المشتل هي ليس النباتات ولا الناس اللي يشتغلون في المشتل، هي الخطه الزراعيه الجيده. وطبعا الخطه الزراعيه الجيده تضمن اختيار النباتات المناسبه للزراعه، تحديد الظروف المناسبه لنموها وتطورها، وايضا بما في ذلك الاضاءه ودرجات الحراره والرطوبه وتربه الزراعه والتسميد والري والى اخره. يعني خطه كامله زراعيه لازم تنحط وتدرس قبل لا ننشئ مشروع المشاتل. وايضا يجب ايضا ان ننظر في العوامل الخارجيه اللي تاثر على النباتات مثل الامراض والافات والظروف الجويه السيئه. وبالفيديو الماضي تكلمت على موضوع جدا مهم وهو اسباب نجاح المشاتل، وقبلها ايضا اشهر انواع المشاتل. فاذا حبيتوا انه تشوفون السلسله باكملها حول مشروع انشاء المشاتل، ممكن انه تشوفون سلسله الفيديوهات كلها بصندوق الوصف اسفل الشاشه، الرابط موجود. ايضا نرجع لموضوعنا بخصوص العنصر الاساسي في انشاء المشاتل، وهي انه لازم تكون دغاسه كامله، دغاسه خطه زراعيه كامله للمشروع. بالاضافه الى هذا يتطلب انشاء المشتل التخطيط للمساحه المناسبه للزراعه، واللي يجب ان تتناسب مع حجم العمال وحجم الأعمال المتوقع ونوع النباتات اللي يتم زراعتها. وأيضا يتضمن الأمر توفير أدوات والمعدات والمواد اللازمة للزراعة والتربية أيضا، وتوظيف العمال اللي عندهم مهارة وعندهم خبرة في مجال الزراعة. هذا شيء جدا مهم، ويجب أيضا التفكير في الجوانب المالية والتسويقية لإداغة المشتل بشكل فعال. بما في ذلك أيضا يجب علينا أنه نحدد التكاليف والأسعار المناسبة للنباتات والخدمات، وتطوير استراتيجية التسويق الفعالة لجذب العملاء. وبالطبع يجب أيضا علينا أنه نتأكد من أنه نوفر الدعم المالي الكافي، ويتوفر هذا الشيء لبدء المشتل وتشغيله بشكل جيد على أقل لمدة 6 أشهر. على أقل لمدة 6 أشهر إحنا لازم ضامنين الماديات والأموال اللازمة حتى يتم تشغيله، لأنه أي مشروع نفتحه راح لازم نتوقع الخسارة على أقل لمدة 6 أشهر. فلازم عندنا ماديات جاهزة حتى تغطي أي لا سمح الله خسارة أو شيء يصير متوقع خلال 6 أشهر الأولى. ندخل هسا بالخطة الزراعية الجيدة، طبعا هي أساس نجاح مشروع وإنتاج المشاتل. ونتكلم أيضا على عناصر اللي يجب أن تضمنها في الخطة الزراعية. أولا اختيار النباتات المناسبة، لازم نقوم بدراسة كاملة، دراسة السوق وتحديد النباتات اللي تحظى بالطلب العالي واللي تتناسب مع المنطقة المحلية والمناخ. نحدد الأصناف اللي تكون قوية اللي عندها مقاومة للأمراض والآفات، وبهاي الحالة نركز أنه نجيب النباتات، أو على الأقل أنه نكتب النباتات اللي حابين أنه نجيبها اللي تكون تحتوي على هاي المميزات. النقطة الثانية هي تربية الشتلات، نقوم بتحضير الشتلات من البذور، أو هل حابين أنه نستخدم الشتلات اللي جاهزة. نقوم بتوفير الظروف المناسبة لنمو الشتلات، بما في ذلك أيضا التربة المناسبة والري والإضاءة ودرجات الحرارة المناسبة حتى ما تموت الشتلات وتزدهر إن شاء الله وتكبر وتكون مشروع جدا ناجح. النقطة الثالثة هي الإدارة المائية، نحدد نظام الري المناسب وتوقيت الري بناء على احتياج النباتات ومتطلبات المنطقة المحيطة بنا. نضبط كمية المي وتوزيعها أيضا بشكل فعال حتى نضمن نمو صحي للنباتات. النقطة الرابعة هي التسميد والتربة، نقوم بتحليل التربة ونوفر التربة المناسبة للنباتات. طبعا نستخدم الأسمدة عضوية أو ممكن نستخدم الأسمدة الكيميائية بناء على احتياج النباتات وتوجيهات المختصين أيضا، ودائما نعمل مع مختصين أو نكون إحنا مختصين. بهاي الحالة ما يحتاج أنه نرجع للأشخاص مختصين بهذا الشيء. وأحسن شيء يجب دراسة مجال الزراعة والعناية بالزرع بدقة حتى يتم نجاح إن شاء الله المشروع على الأقل مبدئيا، يكون عندنا علم وقاية ودراية بهذا الشيء. نقوم أيضا بإجراء تربية تربة منتظمة وتنظيف الأوراق الميتة. وأيضا نقطة رقم 5 هي مكافحة الآفات والأمراض، لازم عندنا استراتيجية حتى نكافح بيها أي مشكلة
تصير على النباتات، منها الآفات، الأمراض، بطرق مستدامة. نستخدم وسائل الوقاية مثل توفير الظروف الصحية، تنظيف الأدوات، نستخدم العلاجات البيولوجية الكيميائية الطبيعية إذا لزم الأمر، ونحد من انتشار المرض، لأنه هذا الشيء راح يكون كارثي جدا إذا لا سمح الله انتشرت الأمراض أو الحشرات إلى كامل أجزاء النباتات، تكون مدمرة للمشروع بأكمله. النقطة رقم 6 وهي أخيرة هي التسويق والمبيعات. نقوم بتطوير استراتيجية التسويق والترويج للمنتجات، وأيضا نبحث دائما على فرص متجددة، فرص مميزة، ندخل بالسوشيال ميديا إلى آخره حتى نروج للمشروع. كانت هاي أهم ما يجب معرفته حول الخطة الزراعية الجيدة اللي هي تكون أساس نجاح مشروع المشاتل. وإن شاء الله يا رب تكونوا يعني استمتعتوا بالجولة، وإذا عجبكم محتوى القناة تشتركوا فعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.